اطلس جديده كوبي سيماتي. نقولوا باغي تبيع موتورك بشحال تبيع كونسوماسيون منين كتردو 110 واش كتغير وشحال كيولي يكونسومي اللي من وراه واش عمرك حبسوك البوليس على البريباراسيون. صباح الخير ومساء الخير يا للرواح. واش على فامي، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كلكم مزيان بخير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. كاين البرد شويه الشتا كتصب، دونك كينقصوا شويه الفلوق والفيديوهات حيت ما كيكونش الجو هذاك. المهم بوستيت واحد البوست في الانستغرام، حطيت واحد بوست الدراري في الانستغرام وسولتكم ماشي سولتكم، بروبوزيت عليكم انكم تسولوني ونجاوبكم في فيديو. دونك با الدراري ما غاديش نجاوب الاسئله اللي معاوده حيت اكثريه ديال الاسئله معاوده، نجاوب الاسئله اللي دونك نجاوب الاسئله اللي ما معاوداش. ندوزو الاسئله الدراري. المهم اول سؤال، اطلس جديده كوبي سيماتي. خويا اطلس جديده ماشي كوبي سيماتي، تقريبا ماشي تقريبا راه نفس الموتور، غير هو كاين واحد الاختلافات بساط في الموتور. السيغان ديال الموتور ديال اطلس قصار، صغار ماشي قصار، صغار. هذا الشيء اللي بان لي انا من الشوفه، ماشي بحال الفورج ديال السيماتي، يعني السيغان كل واحد شنو كيقول لهم غلاط ديال السيماتي. من النواحي الاخرين ما نقدرش نكذب عليك حيت ما الموتور ما شفتوش قدامي، يعني شفتو غير في لانونس وفي التصويره اللي كنت ديجا بوستيتها. سؤال ثاني، واش يمكن ليا نبدا ب اكس جي 6 كاول موتور؟ اكس جي 6 موتور شويه يعني 600 يعني مجهده، الا ما كنتيش ديجا مجرب 125 و 150 و 250 غادي يجيك موتور مجهد. دونك على الاقل خصك تدوز بعدا من واحد المرحله ديال 150 الى ما تجيش دوز 125 150 عاد باش دوز 100 عاد باش حيت شويه مجهد. وبالخصوص انتي بنت حيت كيكون الدراري وكيلقاو فيها مشاكل وعاد باش البوا ديالو شويه ثقيله، دونك خصك حتى تدوز موتور ناقص شويه في البويسونس عاد باش تدوز بويسونس زايده. السؤال اللي من وراه، واش السيماتي 50 مزيانه وشحال توب سبيد؟ خويا السيماتي السيماتي 50 ما عرفتش واش هضرت على النيكاد ولا جي تي حيت لا ميم فيرجون، غير الاختلاف هو كما كان في الديزاين في الشكل ديال البارابور، دابا ولاو فرين ديسك اللور القدام بحال بحال، وحتى الكاريناج ما بقاش كيف كان الاختلاف حنيكات في الماط وكذا، يعني ولاو بحال بحال، يعني بقى الوجه غير في كونتور البارابور. دونك توب سبيد كيعتمد بزاف على البياس اللي بريباريتي به الموتور، واش بياس مزيان ولا لا، وعلى حسب الروداج ديال الموتور اللي روديتي به انت الموتور. هذا هو اللي كيعتمد على توب سبيد وكيتحكم في التوب سبيد. البياس تروشونج البياس عفوا البياس البريباراسيون يكون بياس مزيان. بالنسبه بزاف كيقولوا لي انا مثلا الموتور ما كيحطش ليا بحال الموتور اللي عندك، انا نبدل فيبروكان، ندير فيبروكان طويل على قبل حيت الا درتي كيلاس وسيلندر 110 وهي كيجي فيها سميتو كاع فيبروكان قصير، دونك البيستون ما كيضربش حتى الاخر، كتبقى واحد ليسباس، دونك كيبقى واحد السوفل ما كيعطيش مزيان. دونك ساهله، غادي تبدل من البريباراسيون الاولى غتبدل معاك فيبروكان، هذه الا كنتي باغي تزيد شويه في سبيد ديال الموتور. هذه من ناحيه ندوزو للسؤال الاخر. نقولوا باغي تبيع موتورك بشحال تبيع؟ خويا حاليا انا ما كنفكرش نبيع الموتور،
حيت مازال ما وصل داكشي اللي باغي في الموتور، يعني في البريباراسيون ديال الموتور وديك الحوايج اللي باغي نزيد فيهم مازال ما وصلتش ليهم. دونك حتى نوصل داكشي اللي باغي في الموتور وندوز به بعدا وقيتو نحيد منو داك الشهوه ديال داك البريباراسيون اللي باغي اللي مازال ما سهلش فيها الله، وديك الساعه نقدر نقول الثمن اللي نقدر نبيع به الموتور ونقدر نبيعو ديك الساعه كاع. كونسوماسيون منين كتردو 110 واش كتغير وشحال كيولي يكونسومي خويا؟ الكونسوماسيون ملي كتبدا ملي كتبريباري 110 ما كتزادش شي حاجه. الكونسوماسيون فين كتزاد؟ كتزاد في السبيد، يعني في الطوب سبيد الموتور، يعني ملي كتفوت 70-80 عول على الموتور غتزاد واحد شويه الكونسوماسيون. هذه باش نكونوا فاهمين. اما الا مشيتي ب 60-70-66 الموتور ما غيكونسوميش حسب بحال عندك سي 50 وماكينه 50 ما غيكونسومي لك حتى شي حاجه. زدتي واخا شي واخا حيت الكربيراتور اللي فيه كربيراتور مزيانه وكتكونسومي مزيان كطيح الكونسوماسيون بزيد، كتكونسومي تقريبا شي 2% اللي من وراه. واش عمرك حبسوك البوليس على البريباراسيون؟ جامي اخويا حبسوني البوليس على البريباراسيون. مره واحده اللي كنت واقف في بلاصه دخلت نقضي واحد الغرض، خرجت لقيت بوليسي واقف حدا الموتور. صافي جيت سلام سلام الموتور ديالك الوريقات عطاش الوريقات قلبهم ويقول لي البيرمي. ما عنديش بيرمي موتور 50. قال لي ما يمكنش موتور كبير كبر من البيني اللي كتقول لي ما فيهش. قال لي الوريقات عندك قلب الماكينه تحنا قلب الماكينه طلع الماكينه صافي. قلت لكم كانت يعني 150 ولا شي حاجه كبيره غتكون الماكينه واقفه ما غتكونش الماكينه ناعسه. صافي رد لي الوريقات وكذا وهذه وزدت في حالي. والاكثريه ديال الوريقات كيسولوك غير على لاسيرونس واش عندك واش هاز معاك الورقه ديال يعني البلاكه واش كارت غريز هذيك البروفيزوار واش هاز معاك. صافي هادشي اللي كاين. السؤال اللي من وراه شحال واصل السيماتي واش بصح غيديروا ليه بيرمي؟ خويا البيرمي ام هذه راه ماشي راه بحال كتشوفها بعينيك غير يساليو الماطر كبار وكذا وديك الساعه غادي يدوزوا للماطر الصغار وغادي يديروا لهم بيرمي ام. دونك الا كان عندك بامكانك انك تدوز بيرمي من الاحسن دوز بيرمي كبير ديال الموتور بيرمي الموتور كبير وصافي ما تقريبا شي 2000 و 2300 2500 الى غلا كاع وتهني راسك كاع. يعني تقدر تسوق اي موتور ما تبقاش تفكر انك الا دوزتي بيرمي ام فين تلقى المشكل. ملي تبغي تبدل ب 150 ولا 125 خصك عاوتاني بيرمي اخر، ولا بغيتي تركب على 60 ولا 1000 ولا شي حاجه ضروري خصك بيرمي عاوتاني. دونك دوز بيرمي كبير وهني راسك. السؤال اللي من وراه سيماتي ولا اطلس؟ بيان سور اخي سيماتي انا ماشي سبونسوريزي من سيماتي اللي غادي نشكر لكم سيماتي ولا شي حاجه. انا كنهضر على الموتور انا جربته وكنجاوب الدراري اللي باغي يعرف شي حاجه كنجاوبو عليها. انا موتور سيماتي في الاول فاش عجبني انا ما ترددتش صافي عجبني الكاريناج الشكل ديال الموتور طق طق مشيت خديت الموتور ديك الساعه جربته. انا ما لقيتش ديك الساعه لي تيست رايد اللي غادي نعرف فيهم يعني حتى من بعد منو عاده باش ولا كلشي خدا كلشي دار لي تيست رايد كلشي تطلع به. شحال ديال باش كتوصلك الكوريا من علي اكسبريس؟ ما تقولش لي 45 يوم. خويا انت وزهرك عندك اسرع كوريا وصلتني في 15 يوم هذوك السينتات اللي لاصقين في الجانطه واحد اللعيبه انا نحط لك التصويره ديالها ديال الاخر هي وصلتني في شي 20 يوم وخلاص واحد اللعيبات كنت قديتهم يعني بعيد على الموتوفلوك تقديتهم ليا وصلوني تقريبا في 28 يوم 30 يوم تقريبا.
وكاينين شي وحدين نيت باقي ما وصلونيش لدابا، فات 34 يوم ومازال ما وصلوش. انت وزهرك اي بون كوراج، الله يحفظك اخويا نبيل. علاش البياس ترو شونج دي سيماتي ما كاينينش خويا؟ داك البلان علاش البياس ترو شونج دي سيماتي ما كاينينش اخي؟ داك المشكل كيبقى متعلق بالشركه، انها مدخله البياس ولا ما مدخلاش البياس، داك المشكل كيبقى ديال الشركه. هذاك الشيء علاش الدراري بزاف اللي كيسولني خويا باش تنصحني مثلا، بغيت ناخذ بدون ذكر الاسماء، بغيت ناخذ هذا الموتور فلان فلاني وهذا الموتور فلان فلاني، كنقول لي شوف قلب على البياس ترو شونج اول حاجه ملي تبغي تاخذ موتور، قبل لا تقلب على تيست رايد في يوتيوب ولا قبل لا شي حاجه، انفو تشوف موتور عجبك وبغيتي تاخذه، ولا غتلاقى مع السيد وتشوف الموتور كي داير، سواء غتاخذو اوكازيون ولا جديد، خصك ضروري تشوف البياس ترو شونج واش كاين في السوق. الا ما كانش بياس ترو شونج وخا يعجبك الموتور بعاد منه. علاش؟ حيت نديرو قدر الله مثلا بغيتي توقف الموتور على البيكيز لك طاح، مشى لك الكاريناج، مشى لك هذا الحنك، طاح لك مشى لك الكارد بول الوراني ولا القدامي ولا البارابور ولا كونتور، وما لقيتيش بياس ترو شونج، شنو لقيتي حاصل الموتور ولا كيبان عريان، ما بقاش كطيح ليك قيمه الموتور كطيح. بريباراسيون اللي غندير الموتور داكشي غيبقى مفاجاه، ما غاديش يعني ما غاديش نحط حتى شي لعبه حتى غنسالي الموتور في بريباراسيون، وداك الساعه غادي ندير عليه ديك الساعه تيست رايد واحد اخر، غيكون شي حاجه هربه بزاف. دونك خليكم على بال كيفاش الموتور تيولي تيجبد خويا. الموتور كيولي كيجبد خصك في الايامات الاولى فاش يلا تقدا الموتور، في ايامات الروداج خصك ترد البال، اون فوا تكمل 300 كيلومتر بدل الزيت، بدل الزيت مزيانه. كما قلت لكم ديجا راه هضرت على احسن زيت كاينه في السوق حاليا، بلا ما يجي شي واحد يكذب عليكم ويقول لكم هذه احسن منها ولا كدير معايير ولا ديك البلا بلا الخاويه ديال زوق تبيع، خلينا من ديك الهضره. انا كنقول لكم على الحاجه اللي مزيانه، وما كندير اشاره حتى شي شركه، كنقول لكم اللي كاين. انا الحاجه اللي كتخدم ليا وكتصدق ليا مزيان كنشكرها حيت تستاهل. دونك السؤال اللي من وراء نكمل بعد البلان. الموتور كيولي كيجبد على حساب الروداج اخويا اللي درتي للموتور، على حساب الروداج اللي درتي للموتور، وعلى حساب التهلك يعني تبدل الزيت في الوقت. البلان عاوتاني غنعاود نهضر عليه، ان ديك الفكره ديال ما تمشيش ب 40 ما تفوتش 40 فكره لا وجود لها على الاطلاق، ما كاينش شي حاجه. جيب لي شي معلومه كتصحح هذه ولا شي حاجه كتعني ان الموتور ما خصوش يفوت 40، ما غاديش يفوت 40 متفق معاك، سير كمل الروداج ديالو. ملي غتسالي الروداج ديالو اول حاجه غادي تلقى هو التروازيام، غتلقاها مجهده على الكاتريام. ولا درتي هذا البلان ديال 40 غير تسنى النتيجه ديال التروازيام عندك مجهده على الكاتريام. الا كان التروازيام غتحط لك كدا 40 كدا 70 يعني 72 74، الا دوزتي ليه كاتريام عول غيتزادك واحد 3 ولا 4 كيلومتر، يعني 78 ديالك 80 ديالك كتلقى يعني مثلا طروازيام ما تقدر مثلا تبدا لك تقريبا من 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 34 حتى 74 حتى 76 فهمتي. ولكن من بعد منها ملي غتلوح لي كاتريام ما غيتزادك الموتور في حتى شي حاجه في سبيد، يعني غتفشل الموتور. دونك احسن روداج هو 56 50 54 وهذا احسن روداج. دونك السؤال اللي من وراه، دونك احسن هذا دوزنا كيفاش نرو ديال الموتور خويا. الروداج الموتور اخي عادل، الروداج الموتور غيكون فيديو اخر باش نعاودو عاوتاني نتعمقوا في البلان ديال الروداج وشنو الحوايج اللي خصني نتجنب في الروداج وداك التخربيق. ديجا هضرت عليهم وغنعاود نهضر عليهم ونعاودو نطرقوا لشي لعيبات ما طرقناش ليهم في الفيديو اللي سبق ولا الفيديوهات اللي سبقوا. خصنا ندعيو اطلس بانتر علاش داك الديزاين اللي دارت خويا. هذيك هذاك الشيء كيبقى كوميرسيال فهمتيني. دونك هي ملي شافت الموتور عنده عشاقه في السوق وكذا وهذه ودخلته شركه اخرى، صافي مشات هي لنفس الشركه اللي تقدات منه الشركه الاولى، خدات من عندها واحد الكونتيتي، طبعت ليها السميه، قالت لها طبعي لي ما بغيتش انا السميه الاخرى، طبعي لي السميه اللي بغيتي. انت براسك عندك شركه مثلا بغيف سميتها ا ولا بي ولا شي حاجه، عندك واحد المونطون ديال الفلوس، كتمشي عند الشركه، انا بغيت المصنعه، كتمشي عندها انا بغيت ناخذ الموتور، بغيت القد الكونتيتي القد بغيت 50 70 80 100 حبه، وطبعوا لي اللوغو ا ولا اللوغو بي في الكاريناج في الماكينه، يطبعوا لك صافي. انت عندك شركه وليك ساعه دخلنا في السنجه
كيبقى الحاجه اللي كتحكم هو الفلوس. يعني عندك باش تدخل السوق راه غادي تدخل السوق. شحال الوقت باش نبدل الفيتاس وشحال اول ندخل السؤال، شحال الوقت باش نبدل الفيتاس واش سيماتي كاول موتور مزيان؟ خويا بالنسبه للسيماتي كاول موتور مزيان، علاش؟ حيت لا فيتاسات اللي فيه بحال الشكل ديال بلا ما نقول نذكر السميات بحال الماتر كبار، يعني بروميير لتحت ما تبقى كلشي الفوق، يعني غتحيد عليك واحد بحال كتقول واحد تراجي كبير، يعني واحد باش نفسر لك واحد المسافه، غتنقص عليك واحد المسافه كبيره، انك يعني تقدر تزيدها في البويسونس مثلا 150، تقدر تركب على موتور 150 غتلقى راسك انك متحكم فيه، يعني نفس البرانسيب بروميير لتحت وما تبقى كلشي الفوق. خويا ماكينه 125 تخدم ليه ولا بغيت البنو؟ السؤال ندخل على السؤال. خويا ماكينه 125 تخدم ليه ولا بغيت بنو لوراني نزيد نكبرو؟ واش ممكن غتزيد تكبرو؟ ولكن ما عقلتش انا العبارات بالضبط، غتزيدو واحد النسبه شويه حيت الاسباس ديال الكارد بوك دا هادي باش ما يطلقاش مشكل. اما بالنسبه ل 125 واحد الغلط اللي سمعت من عند بزاف ديال الدراري، ولا واحد الفكره اللي مغلوطه واخدينها بزاف ديال الدراري، هو ان الموتور ملي كدوزو 125 راه ماشي كيولي بحال السي 50، راه فكره غلطه، راه ماشي كيولي اوتوماتيك الموتور، راه خصك تبدلو بلومبرياج. انت راه عندك لومبرياج في الموتور، راه عندك انت لومبرياج في الموتور، يعني ماشي عندك موتور اوتوماتيك باش غادي دير ليه ماكينه اوتوماتيك، دير ليه ماكينه لومبرياج. غير هو اللي غادي تبدل في البرانسيب ديال الموتور، ما غتبقاش عندك بروميير لتحت ودوزيام تروازيام كاتريام كلشي الفوق، بالعكس غتولي عندك بروميير دوزيام تروازيام كاتريام كلشي لتحت، ومني غتبغي تكراتي خصك تطلع الفوق، هذا هو اللي غادي يتبدل لك. اما غتولي كدوز بلا لومبرياج راه ما كايناش هاد الهضره هادي، حيت انت الموتور من خير الا درتي ليه ماكينه اوتوماتيك، ولكن الا درتي ليه ماكينه اوتوماتيك هضره اخرى. ما بقاش حلاوه الموتور، مو حلاوه الموتور هي لومبرياج، وحلاوته هي الفيتاسات واحد لتحت وشي لاخر الفوق. دونك مزيانه ملي تطرقنا لهاد النقطه هادي. اخر سؤال ديال السي رشيد، اللهم بارك، الله يحفظك اخي رشيد، وكنشكرك من هذا المنبر وبيس للدراري كاملين. ما تنساش الى عجبك لا فيديو واحد لايك سبسكرايب وتابونا فلاشين، ولا عندك شي تساؤل دوز عندي الانستغرام، ديما كنحط بوست تما في الانستغرام وتصاورات، وكنجاوب الدراري على لي بوست ديك اللوح كيسولوا الدراري، كنجاوب الدراري كاملين وصافي. كان هذا هو الاخر الفيديو، ما تنساوش لايك 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 سبسكرايب، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تقول لهم كسيتو كناريان، ايه ملي كنا صبيان راونا قول شبان ما تشد عند حد شي ريال، ايه نباي البيس تاش من البيس كتشوف شي راقاني، ايه بلا لي هطير دير